DFSK ولا دونغفانغ سوكون. C'est une co-entreprise ما بين سوكون اندستري و دونغفانغ اللي نشأت أول مرة سنة 2003. واليوم رانا واجدين في لو سياج دو DFSK اون الجيري باش نكلمو لكم على لا غام كومبليت ديال سيارات DFSK اللي متمثلة في سيارات نفعية وأخرى سياحية. المراجعة اخترنا انه نبداوها بهذا لو موديل اكزاكتومون لانه عندما شفناه بولا توت بروميير فوا سورتو من لو كوتي بان شغل فيكول المون دايور يشبه بزاف لا مرسيدس يشبه حتى لو كيو 2 ولا كيو 3 من عند اودي مع ليغ تري كوبي سي ان اس يو في كوبي كومباكت. المراجعة الشاملة راح نبداوها من الواجهة الامامية اللي قلنا انه فيها تطعيمات كروم كثيره واللي تخلي جانب من الكلاسيسيز بلا ما نساو الجانب الرياضي اللي تمتع به كثير خاصه من الخطوط اللي يمتدوا على جوانب هذا السياره. نلقاو ديفو اون فولاد بيان سور اون اوبسيون ولا الوجين على حسب الاختيار ولافينيسيون ديال هذا السياره. اون باغيت كرومي اللي تمتد من اليسار حتى اليمين ما بين لي زونتي برويار ولا بيان سور لو لوغو هذاك اللي يشبه كثير لو لوغو ديال نيسان سوف كو هنا اون ا دو دي اف اس كا. ومام لاكلي عندها لا فورم كوبي كيما طوموبيل اكزاكتومون. الجانب الجمالي ديال هذه السياره كيما سبق وين شفنا مع اون كالوندر تري تري امبوزونت اللي فيها تطعيمات الكروم ان اوتر رابيل ديال الكروم نلقاوه على الجوانب توت اوتور ديال الزجاج الخلفي بيان سور. اون اوتر باغيت اوسي اللي تمتد ما بين العجلتين ولومباتمون. فيما يخص الرحابه داخل هذا المقصوره قلنا انه الارتفاع ديالها 1.64 ولومباتمون يلحق 2.79 ونورمالمون هاد لي شيفر راح يعطونا رحابه كبيره. لكن دي فوا اوني بيناليزي مع لو شوا ديال لي ديزاينر عندما يديروا طوموبيل كوبي وهذا راح نشوفوه توت سويت لداخل. دونك فايسي دوفرير بيان سور ريتروفيزور رابطابل الكتريكمون مع ان رابيل لومينو ونطلعوا داخل الطوموبيل نشوفوا. اهم حاجه نشوفوها في المقاعد الخلفيه هي الرحابه وفي هذا لوكا ليسباس جونو ولا حتى لا كاردوطوا ما شاء الله. يعني هذاك لير كوبي ديال لي ديزاينر اللي عملوا على هذه السياره ما ياثرش سلبا على الرحابه داخل المقصوره. شيء اخر نشوفوه نلقاو اكودوار زوج ديال لي بورت غوبلي فريز 12 فولت باش تحبوا تشارجيو التليفون ديالكم ولا واش تحبوا. لا ديرنيير شوز واسيوري سو لو غاتو في هذه الخلفيه سي كون لقاو ان بلونشي بلا يعني بلا ما لقاوش لا سيباراسيون اللي متواجده اكوز لا بوطا فيتاس اللي تمتد بيان سور لارب دو ترانسميسيون. اون اوتر شوز بلافوني دونك اون لوميير دو كورتوازي اللي متواجده داخل هذه السياره بيان سور تعطينا هذاك لو لوك شباب اللي مولف نلقاوه في فواتور الموند. اهم ما يميز الجانب الخلفي لموديل اي اكس 5 لا غام غلوري سي بيان هذا الاضواء واللي يزيدوه جانب من الجماليه زياده على لا توش دو سبورتيفيتي. بيان سور هذه اللمسه ديال الاضواء ايضا كنت سبق وين شفتوها في سيارات المانيه ولا حتى فرنسيه. دونك بوكو دو ديزاينور اللي اعتمدوا هذه الفلسفه ديال الاضواء اللي اون كيلكو سورت خرجت بزاف على هذه السياره. نلقاو لو ليتراج دي اف اس كا اون سيناتور فانغان اوتوماتيكمون الفا شونجي ترجع غلوري وهنا لابيلاسيون اي اكس 5 دو سورتي d'échappement réel s'il vous plaît ou une capacité de coffre اللي تلحق 450 لتر. يلا لوفرتور كيفاش حبيتوا نديروها بالمفتاح ولا علي لو بوطون الكتريك s'il vous plaît. هذا يعطينا رحابه كما سبق وين قلنا توصل 450 لتر بيان سور يحتاجوها العائلات اللي يستعملوا هذا النوع من السيارات اس يو في كومباكت كوبي اون لا توتال في هذا الطوموبيل. وبيان سور مام حتى كيفية الغلق دائما آلية أوتوماتيكية في هذه السيارة. والحاجة اللي عجبتني بزاف سي لو ديفيلمون ديال لي ريتروفيزور. شوف قولوا لي واش تفكركم هذه. اهم ما يميز الواجهه الاماميه لموديل اي اكس 5 لا غام غلوري هذا الشبك
الامامي اللي فيه كثير من تطعيمات الكرام، بلا ما ننساو هذا اللوغو اللي توسط هذا الشبك واللي ذكرنا باللوغو ديال علامه نيسان. تطعيمات الكرام ايضا نشوفوها لهنا توت اوتور ديال لي زونتي برويغ واللي تمتد من اليسار حتى يمين هذه السياره. ونيفو فونكسيوناليتي نلقاو حساسات اماميه واخرى خلفيه راح تساعدنا في ركن هذه السياره. كلكم تتسألوا واش المحرك اللي مجهزه به الاي اكس 5 جلوري من عند دي اف اس كار؟ الجواب هو محرك 1.5 4 سلندر بقوه 150 حصان و 220 نيوتن متر من عزم الدوراني. سيلفو بلاي سي ان اورو اس اف جي 220 توربو، دونك مجهز بتوربو. اما فيما يخص العلبه هي عباره عن علبه اوتوماتيكيه من 6 سرعات سي في تي. كوتي اوبسيون اي ايكيبمون المتواجدين داخل اي اكس 5 من عند جلوري ارمادا ديال التجهيزات والكماليات المتواجده، ابتداء من شاشه مركزيه. يلا نروحو نشوفوها الان، شوفوا لا فونكسيوناليتي اللي متواجده لداخل. دونك سي ان سيستيم دانفو ديفيرتيسمون تري ريش اللي نلقاو فيه بلوتوث، نلقاو فيه لا راديو، نلقاو فيه ايضا الواي فاي، نلقاو ايضا الكار اوتو اللي خلينا نسانكرونيزيو الهاتف ديالنا مع هذا ليكرون ونستعملو لا ليست دي كونتاكت ولا كامل لي زابليكاسيون نحبوهم في التليفون في هذا ليكرون. يلا نشوفو ماي كار. ماي كار هنايا، هنا نقدروا نغيروا حتى لومبيونس انتيريور ديال هذه السياره، ابتداء من تغيير الالوان على الابواب وحتى في الجانب السفلي. عندنا تقريبا 2 4 6 7 الوان مختلفه، وحتى يلا كاردور الميت هنا نحبوا نديروها اول، يعني كل لومبيونس ديال السياره يتغير اللون ديالها، ولا فقط الابواب، ولا فقط تطعيمات الكروم هنا اللي يتغير اللون ديالها. يلا نروحو نزيدو نشوفو واش كاين. كاين كار سيتينغ وين تعطينا لو مود دو كوندويت، يعني طرق قياده هذا السياره، وين نلقاو لو مود كونفور، مود سبور، ولا حتى لو مود ستاندار. يلا لو كان نقعدو مع ليكرون هنا راح نجوزو توت لا سواري. اي بيان كوتي فينيسيون ايكيبمون، قلنا بلي السيارات الصينية أصبحت كثير ربما تأخذ أفكار وتجيب دي ديزاينور دو ريبيوتاسيون انترناسيونال. نروحو لجانب الديزاين، قلنا فيما سبق أنه السيارات الصينية أصبحت كثير تشبه في ديزاينها الداخلي السيارات الأوروبية والألمانية بالتحديد. وأول شيء نلمحو ويسوتو زيو سي بيان هاد لو فولون، المقود هذا اللي يشبه كثير سيارات من علامات اودي. سي ان فولون ملتي فانكسيون اللي نقدروا ايضا منه نتحكموا بالاكرا ولا حتى بالاعدادات. يلا لو كونتور هذايا، اول شيء لوبسيون اللي رانا نشوفوها كي سوتو زيو ايضا سي لا بريسيون دي بنو، ضغط الهواء. يلا نقدروا نتعرفوا على ضغط الهواء مباشره ونغيروا الاعدادات كما نحبوا. يلا عندنا اعدادات اللغه، اعدادات الوقت، ضبط اجمالي للاميال، اعدادات السطوح، والحاجه المليحه سي تدعيم اللغه العربيه في هذا لو موديل. كوتي فينيسيون نلقاو دي بلاستيك موسي سور لا بلونش دو بور، دو بيانو بلاك دونك اون توش لاكي لهنايا، اون كونسول سونترال اللي اون كيلكو سورت اللي ديريجي في لو كوندكتور، وهذا باش يعزز الامان داخل هذه السياره. و دي اسباس دو رونجمون اللي ما يخفلكمش بوتاغون، ان بوتيت اسباس دو رونجمون فيه بورت غوبلي مع لا توش نوار لاكي. Un autre espace de rangement, donc dommage, il n'est pas frigorifié. Moi, je m'ouvre la canne fait machav USB ou autre auxiliaire. Fait mes courses, les sièges de Kauham font un réglage électrique, donc en hauteur, en profondeur. Donc, il y a le amam ou il y a le khalf qui m'a aidan qui a un réglage dial le dossier. On peut le nadlo qui m'en habbo de tariqa automatique. Le kau des surpiqûres. على لي سياج لا سيناتور فانغان لا سيري غلوري، تقدر تكون هنا بلاصه فانغان يكون الغلوري، وبيان سور ان رابيل دو فانغان هنا مباشره مع لا كليماتيزاسيون ديجيتال متواجده في هذه السياره.